النجم البرازيلي. نتابع. دقت ساعة الحقيقة في البرنابيو، نزال الموسم حان موعده، نيمار ورونالدو في حلبة واحدة، والغلبة لمن استطاع، غلبة قد تعبد الطريق للكرة الذهبية إن تواصل المسير بدون مطبات، كرة يتمناها نيمار ويريدها رونالدو، كرة سيكون طيفها حاضرا في سانتياغو. Nos jogos mais difíceis para nós que a gente vai encontrar e por isso que a gente tem que estar bem preparado para esse jogo. Sempre jogar com a Champions League a motivação aumenta, né? Ainda mais quando você encontra uma equipe que é muito forte do outro lado, então te motiva ainda mais. مواجهة رونالدو ونيمار ليست وليدة اليوم، بدايتها كانت في 2014. التفوق كان دائما يكتب بحروف برتغالية. في أول موسم رونالدو وصل للهدف 51 ونيمار لم يتعدى 15. كانت البداية للبرازيلي لاكتشاف خفايا الليغا، أما البرتغالي فكان ملكا باسطا سيطرته. موسم خرج فيه نيمار بلا ألقاب، وظفر فيه رونالدو بكأس الملك وبذات الأذنين. في موسم 2015 موسم 2016 حافظ فيه رونالدو على تفوقه، انخفضت الأرقام للاعبين لكن لم تتغير موازين القوى. نيمار نال الليغا والسوبر وكأس الملك، ورونالدو أحكم قبضته على ذات الأذنين وزادها التاج الأوروبي. موسم 2017 تواصلت السيطرة، رونالدو يتفوق على نيمار بفارق 22 هدفا. في هذا الموسم كانت الليغا من نصيب الضون وزينها بتاج دوري الأبطال، ونيمار اكتفى بكأس الملك. هذا الموسم انتفض البرازيلي لكن بقميص البي اس جي، نيمار وصل لهدفه 27 ورونالدو وقع 23 هدفا. التفوق لأول مرة لنيمار، الوفد الجديد لعاصمة النور أبدع في أول موسم له بقميص باريس سان جيرمان، إبداع يريده نيمار أن يتواصل في مسرح سانتياغو وبارك دي برانس. يريد أن تزين خزائن البي اس جي بهذه المستعصية حتى يفك نحس المستعصية الذهبية التي ينوي الدون الانفراد برقمها. هل نحن أمام حقبة